بسم الله الرحمن الرحيم. كما تشاهدون الآن أنا في حفرة من حفر القبور التي ستكون يوم من الأيام مكان لي ولكم كذلك، وأقسم لكم بالله لو طلب مني أن أبقى في هذا المكان 3 ساعات وطعامي وشرابي سيأتي إلي لرفضت ذلك، ولن أستطيع أن أتحمل هذا المكان يوم واحد والله. فكيف بنا إذا نزلنا إجبارا إلى هذا المكان لنحاسب ونعاقب؟ فإذا كان عملنا عمل صالح فإن هذه الحفرة الضيقة بفضل من الله وبقوة من الله وبقدرة من الله ستتسع حتى تكون مد بصرك، وستبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وسترى مقعدك من الجنة. كل هذا بعملك الصالح.